تبارك الرحمن، يعني الله يديمها من هالأجواء يعني الحلوة في الطقس وتغيراتها هاليومين. ما شاء الله، يعني لاحظنا من أمس بالليل إن الجو صار وايد بارد. هو سبحان الله أمس يعني مع إنه كوس، يعني أنا استغربت من إنه كوس والعالم قاعد تقول برد. سبحان الله أنا بالبحر أمس بالنهار من الصبح لتقريبا قبل أذان المغرب، الجو وايد حلو بالبحر، مو برد. أي بس سبحان الله بالليل قلب بعد المغرب، لا تغير الجو. مع انه وايد ناس صيفوا. اي لان البس الصيفي متاخره. تي وتفاجئ بعد يعني. العيوز على ما توصل وعكازتها ولويتها وتوصل. هذا التصور يعني يمكن هذا اللي كان اسباب التسميه، بس يعني اذا لاحظ بعد انه هي سنه هالمره كبيسه ب 29 فبراير، ما ادري اذا هذه لها يعني لينك مع الارصاد الجويه. هذا يمكن سال عيسى رمضان هو طبعا ينورنا فيها، لانه هو عنده كلمه ايش اسم ايش يقول لي هذه سنه من الينيوم ما ادري الينيوم الينيوم هذا بغض النظر. صباح الخير استاذ عيسى. صباح الخير، حياكم الله، يسلمكم، شو اخباركم؟ منورنا مثل ما قالت نوره. سنه كبيسه وهذا اللي قلتوا عنه الينيوم. سنه لا الالينيوم مختلفه، ما لها شغل حق المطر، ما لها شغل. سنه الكبيسه شيء والالينيو شيء اخر، هذا ما يتعلق بالجو. هذه بس اساس الحسبه، اساس لا يصير في نوع التغير في زحف الفصول. ايوه تدرون ان الكبيسه اللي هي تقريبا خلينا نقول يسوونها كل 4 سنين تصير 29 يوم. صحيح 29 يوم اساس حسبه اللي هي الساعات، لأن الساعة ترى مو 24 ساعة بالضبط، هي 23 ساعة فاصلة تقريبا و 26 و 200 تقريبا 222 ثانية. فأساس يجمعونها ولا يصير مثلا بعد 700 سنة يصير فصل الصيف في ديسمبر. تخيل لو كانت الحسبة ما تصير كذي وما تصير سنة الكبيسة، لتغيرت الفصول عندنا وصار الصيف بعد ما خلينا نقول 600-700 سنة الصيف يصير في شهر ديسمبر. تخيل يعني بدل ما تصير بيونيو بداية شهر 6 تصير بشهر عندنا ديسمبر. ولذلك كانت اللي فكرة أنه والله كل 4 سنين يجمعون اللي هو الاختلافات هذه ويجمعونها أساس تصير يوم كامل، ما فتصير 366 السنة 366 يوم بدل 365. ما لها شغل بالألينيوم؟ لا لا أبدا لا. حتى تغير محور الكرة الأرضية وحركة تدري إحنا إيش كثر سرعتنا الحين بالكون قاعد نتحرك، إيش كثر سرعة الكرة الأرضية زادت السرعة صح ولا لا؟ يعني مو عن زادت السرعة، هي السرعة تزيد ونزيد والكون يتحرك أساس شيء، حتى الفصول والكرة الأرضية حول الشمس تعطينا الفصول. ونفس الوقت أنت لو تشوف يعني شيء يبهر الإنسان لما يطالع السماء ويطالع الكواكب ويشوف الحكمة أن الكهرومغناطيسية الأرضية إيش كثر تحمي الكرة الأرضية من الموجات اللي تأتينا من الشمس. يعني أنا كل ما أطالع وأعلم أكثر شيء وأتعلم هالأشياء هذه وأطالع أقول احنا شنو الجرم صغير قاعدين في بين هالكواكب هالافلاك اللي موجوده وهالمجرات، يعني بلايين من المجرات والكواكب والنجوم في الارض. سبحان الله احنا شنو بالنسبه لهذا الشيء. والواحد مثلا يشوف يقول انا مثلا انا فلان وانا اتكبر، واحنا ولا شيء بالنسبه لهذا الكون اللي تكوننا من لا شيء وراح نعود الى لا شيء. يعني انا احس ان اليوم توني انا جايكم بالسياره اقول سبحان الله، يقول يمكن الإنسان قد يصل إلى مرحلة أن أنت الآن الناس اللي مثلا تنتهي أعمارهم كأنه يروح يصير نجم من كثر ما الكون قاعد يكبر. أنت أبو أحمد مو هذا مو تفكيرك. لا هذا تفكيري الفترة الأخيرة، لكن ما تزيد تزيد علم تزيد علم تفكر. لا مو تفكر، انت عايش مع الهنود الحمر انت. وهذا هم تفكيرهم ليه ما شنو صار نجم. لا انا قاعد اقول لك هو يوصفها يعني. لا اتكلم بنظريات. شوف خليني اقول لك عملية اللي هي وجود النظريات اللي موجودة في الكرة الأرضية، حتى احنا الى الان لا نعلم اشياء كثيرة. تكتشف قدرة الله في هالمواضيع، تكتشف أن هذا الكون أكيد لا خالق أول شيء، فالإيمان بوجود الخالق أن
احنا شلون تكون، هالكون شلون تكون، احنا وين راح نروح من بعد الموت، او مثلا بدايه الانسان وين كان من في عالم الذر وغيره. هذا مثل بعد الموت بعد حياه البرزخ ولا من تقول القيامه. عسى الله يرحم الله. لا قاعد اقول لك النظريات هذه يكتشف روحانيته اكثر. ابي برد العيون قدره الله. اي والله احنا بنروح على خندش برد العيون. اي والله برد العيون. لا احنا قاعد نتكلم كان حلو الصراحه. شوف هذه الموجات اللي تاتي بين فتره وفتره، احنا قلنا عن سنه الكبيسه برد العيون هي فترات تاتي بين فترات يعني متباعدة بسنين متباعدة، وتجي مرة واحدة وتبدأ في 26 فبراير وما بعد 26 فبراير إلى بداية شهر مارس اللي بعدها يسمونها بياع الخبل عباتة اللي هو في بعد 4-3 بعد مارس. هم تجي مرات موجات صغيرة قليلة وتنتهي بعدها ويدش علينا فصل اللي هو الربيع المتأخر أو آخر الربيع. المفروض أن يكون المفروض ربيع يكون ربيع، بس الحين شنو صار؟ لا السنة حتى ما شفنا البرد أنتم ملاحظين، ولكن مثل هالموجات ما تستمر يعني 3 أيام وتنتهي هذه الموجات وتبدأ مرة ثانية الارتفاع في درجات الحرارة مع تغير سريع. هو تسميته عيوز لشنه يجي متأخر؟ البرد العيوز مثل ما أنا يعني ولا أنه يكسر؟ لا هو برد العيوز على العيوز اللي طلعت كانت في قرية من القرى الجزيرة العربية أو في المنطقة يعني ولا بلاد الشام أو الجزيرة العربية. هذه قصة تداولوها الأجيال أن هالعيوز هذه يوم شافت الجو دفى صار فعندها حلال هالغنم اللي موجودين. نعم. جزت الغنم، يوم جزت الغنم أساس أنها تطلع، فأهل اللي هي القرية اللي فيها يقولوا لا تجزين الغنم يمكن يرد البرد. صحيح. زين ويمكن يرد البرد، فجزت الغنم وطلعت بالبر طمعانة أن تسبق كل واحد عشان شنو غنم الغنم يرحى اللي هو العشب والخضار اللي موجود بالبر. جت هالموجة وأقوى من هالموجات هذه، فالعيوز تيمدت والغنم وهذا كله ماتهم. فسموا العيوز على هالعيوزة ترى، مو على أساس آخر شيء. لا مثل ما قلت آخر شيء قاعد تي العيوز. ايه. لا البرد هذا باسم هالعجوز اللي اطمعت وراحت للصحراء وماتت، فصار اسمه برد العيوز اللي ما تستمر يعني فترة. هي موجتي والموجة هذه باردة بشكل بعد الدفء. أيه. نحس الحين البرد، لو كان جاينا بشهر 12 شهر واحد كان عندنا عادي. صحيح. زين ولكن لما تنزل الحراره مره ثانيه 6 و7 مثل ما وصل اليوم 6-7 درجات مئويه، اليوم وصلت بالبر باكر راح توصل 6 الصبح الفير بالبر. هذا يعني كل اليوم ولا بس اول اليوم واخره؟ لا يعني شوف بالنهار والظهر لا 22 درجه 21 درجه وهم راح يكون بارد، بس الان الشمس حارة، الشمس بدأت يعني عمودية تحرقنا يعني مو شوية وتكون قاعد ترتفع مو عمودية. احنا راح يتساوي الليل والنهار 12 ساعة اللي راح يكون في 21 مارس اللي هو الاعتدال الربيعي راح يكون. فبالاعتدال الربيعي خلاص يعني الشمس تبدأ ترتفع بشكل أكبر. الحين لو تقعد بالشمس يمكن أخوي نجيب تدري رحت البحر أمس بدون المظلة شلون حسيت بالشمس؟ حار نص شم إنزين حر شوية يعني حتى أنت الآن بالظل اقعد بالظل شوف الفرق بين الظل يكون وتكون بالشمس يكون أبرد وايد وايد راح وايد راح يكون فيه هوية شوية ولا نعم نسبة هواء على تحس بإحساسك أكثر يعني. أيه. حتى باكر الصبح يمكن الناس راح تحس بدرجتين 3 درجات بالبر لأن الإحساس مع الهواء الشمال اللي راح يكون مستمر الباكر الفير وحتى يعني حتى باكر راح يكون الشمال بس يخف يعني الشمال اليوم في اعتدال باكر يخف الشمال بس هالبرودة وهالهواء هذه راح يحسس الإنسان اللي بالبر أنه برد. فلا تطلعون والله أنا بطلع صيفي لا نص شم يعني تحذروا لأن هذا الجو حتى مرة راح تشري ولا يمرض الإنسان يعني بسرعة أن الإنسان يمرض في مثل هذه الأجواء. غير متوقع. هذه نصيحتك أكيد حق اللي بيروحون أكيد اللي بيروحون البار وحتى اللي بيطلعون بالليل تدري عطلة يعني كذلك مستمرة اليوم وباكر فالناس تبي تطلع فالناس تبي تأخذ عيالها ورايحة على البحر لا على البحر اللي رايحة البر ورايحة شاليهات ورايحة أي مكان في المزارع مثل مزارع العبدلية أو الوفرة تدرون كثير من المنتجعات صارت في المناطق هذه بيطلعون برد أخذوا لهم جاكيتات لبسوهم كلها 3 أيام وترى بعدها لحد كوس يعني ويرد الدفء
هالفترة هذه يعني. شنو متوقعين برمضان؟ الحين قبل رمضان. ياه. قولي. كل سنة. نعم. في هالفترة تينا موجة برد تأثر حتى على المزارع ومنتجات المزارع. صحيح. وأيضا تصير في بعض الأحيان في صقيع. صحيح. فودي أعرف هالسنة مع أن يعني بردنا هالسنة دافي بيأثر. هل ممكن ان نشوف هناك في موجات صقيعه تاثر على منتجات مزارعينا؟ لا ما راح يكون هذا الشيء، لان مثل ما قلت لك يعني عده ايام بس تكون، اللي هو الان شال اللي هو المحميات اللي مقطين محمياتهم. نعم. وشالوا اللي هو البلاستيك اساس اللي كان يبي الدفى شويه، يمكن تاثير بسيط جدا ما يلاحق، بس مثل ما قلت يعني حتى الصب ما راح الصفر المئوي، حتى درجة حرارة العشب احنا نسميه أو سطح الأرض. نعم. ما راح توصل الصفر، لا يعني. نعم. هذا اللي يطمن المزارعين ومطمنهم كذلك أنه ما راح يصير هذا الشيء، لأن عقب باكر يدور الهواء كوس السبت من بعد الظهر صبح شمال من بعد الظهر كوس، فمعناته أنه ما يلحق النشين ويأثر على المحاصيل الزراعية أو يأثر عليهم بشكل كبير جدا. لا إن شاء الله ما أكل هذا الشيء إن شاء الله. إحنا بعد على قولتك تكلمت عن رمضان، فيعني إحنا ودنا نعرف أكيد الأجواء في رمضان والطقس، إذا كان معك أكيد عنها معلومات مسبقة. إن شاء الله. خصوصاً هالمرة رمضان راح يكون فيه بعد انتخابات في طلعة الظهر أو راح تكون ليل مساء بعد. شيء حلو. بالعكس يعني حتى الأجواء تكون يعني وايد فرق كبير، يعني خاصة إن الأسابيع القادمة الهواء متقلب، لأن ننسى إحنا في آخر شهر 3 مارس راح يكون فترة اللي هو سبق السرايات يعني، زين، ففي تغير سريع. إذا ما وفي دفء شوف الجو حلو راح يكون أول أسبوع على الأسبوع اللي هو الثاني من شهر مارس، يعني خلينا نقول يمكن يصير أسبوع لعشرة أيام برمضان حتى الحرارة أقل من 30 درجة. بس من بعد منتصف شهر رمضان راح تبدا الحراره 30 درجه وفوق. اه من القرقيعان. زين. اي ولا يعني يعتبر زين. لا يعني زين بالنسبه حقنا احنا. بالنسبه حقنا وشهر مارس. وشهر ثلاثه يعني ما نقول توصل لمنتصف الثلاثينيات، اقل من ال 35، اقل يعني ما بين 30 32 33، بدايه يعني خلينا نقول نص رمضان يكون كذي نعمه من الله، وخاصه ان الليل راح يكون في اعتدال ما عدا ايام اللي يدور فيها الهواء كوس شويه دفى، بس في غيم وفي فرصه يمكن رشات مطر مستمره مثل ما شفنا البارحه الفير راح حلو، كانت المطره سريعه والفير والضباب، وبعدين مثل ما قلت طلعت من الليل بلش بالليل. أيه؟ وحتى انا مثلا في الاشراعات اللي كنت رايح البحر قاعد ترش وتوقف ترش وتوقف بعدين خلاص انتهى، يعني حتى كانوا يسالوني بعض الاخوان وكذا اقول لهم لا خلاص يعني عزل وبعدين الغيم راح تشوفه شوي والسماء تصفى بالليل وماكو شيء، يعني حتى ويدش الشمال، يعني قاعد اقول لهم حطوا بالكم اساس كذي. صدرنا بعض التقارير حق بعض مثلا الجرايد ان هذا هو برد العجوز، السوشيال ميديا فحطيت هذا هو برد العجوز، ولكن هذا مو مرتفع سايبيري. في بعض الاخوان يخلطون بين المرتفعات السايبيريه، المرتفع السايبيري ينزل الحراره الى الصفر المئوي، مو مثل هذه مرتفعات تاتينا من اطراف من الهضبه الايرانيه ما يعتبر لانه ظال على المنطقه هذه وبعدين ينزل علينا، او يكون المرتفعات الاوروبيه يجينا مرتفع اللي هو قطبي ولكن بحري، البحري دائما يكون شوي نسبيا ادفع من اللي هو يجينا بشهر. يعني انتم تحكمون على المسميات من طريقه اتجاه الرياح او اتجاه الكتله وين واصله، مثلا ليش نسمي القبرصي منخفض قبرصي وليش نسميه منخفض سوداني؟ لان نشاته يكون في هذه المناطق، او يجينا احنا فسميناه قبرصي ولكن هو وين بادي؟ بادي من المحيط اللي هو الاطلسي ويدخل على المنطقة، فلما يوصل على قبرص فسموه قبرصي، بعدين يأثر علينا أنه ينزل على اللي هي وسط الجزيرة ويأتينا بالأمطار. نفس الشيء بالنسبة للمخفض اللي ينشأ في أفريقيا وعلى السودان ويمتد إلى الجزيرة العربية فيأثر فنسميناه سودان، أو السايبيري يأتي من سايبيريا من القطب ينزل على سايبيريا ويظل ياخذ بروده من القطب الشمالي بعدين ينزل علينا مباشره، هذا احنا نسميه سايبيري، ما نسمي مثل المرتفعات سايبيريه لانه مو جايه بالضبط من هناك، اذا كان مرتفع مفصول عن مرتفع السايبيري فهو ليس مرتفع السايبيري.
جميل. وهذا اللي اقول لكم في اخطاء تاتي حق الاخوان اللي يكتبون عنه. انت قلت كلمه ضيقت خلقي، قلت لي لحد بدور كوس. اي زين، يوم خميس جمعه سبت، ويمكن بعد الكوس شماله مطر بالليل رشه ان شاء الله، رشه سطر متوقعين الكوس عشان يرش المطر. احنا الحين بنعرف خميس جمعه سبت اوكي شنو؟ بالعكس شمال هواء شمال. شوف اليوم الخميس وعندنا باكر الجمعه والسبت الصبح للظهر الهواء شمال. اليوم في اعتدال، في فتره نشاط بعد راح يصير بعد الظهر اي بعد شوي يرخ او يرخ بالليل على طول، يرخ بالليل يصير خفيف. الحراره راح تكون ما بين تقريبا خلينا نقول 18 ل 22. اليوم ترى برد راح يكون حتى بالنهار. باكر الفير ما بين 6 درجات الى 8 درجات بالبر، مو شويه ترى، يعني هذه من درجات الحراره اللي ما سجلناها في معظم الايام ما عدا في بداية شهر 2 اللي كانت عندنا الحرارة ونهاية شهر 1، يعني 6-7 درجات ترى. فهاي راح تنزل باكر، باكر الشمال الغربي وجونا مشمس ما في أي شيء. بالليل شوية تقيم بيوم شو اسمه بالباكر، والحرارة نفس الشيء 9-23 باكر الجمعة. السبت أكثر من 23-24 إلى 21 الحرارة العظمى، والفير يوم السبت اللي هو الأحد الفير لا ترتفع، والهواء راح يستمر كوس. يعني من بعد العصر السبت كوس ويزيد اعتدال يوم الأحد، وفي فرصة أمطار اللي هو فير يوم الاثنين، فرصة سريعة جدا ويدش الشمال مرة، يعني ما راح يطول أساس لا يضيق خلقكم أنتوا الحداقة. المايا فساد إن شاء الله تكون بعدها نفس الشيء. حتى المطير شيء ينطرون الشمال. أكيد ينطرون وينطرون الكوس القوي التارس كذلك ينطرون الشمال عندهم. أعتقد في الإخوان اللي يسمعونا الحين أكيد أساس التحكيم، لأن دائما لما يشوفوني دائما ماكو شيء أساس نحكم أساس الحمام اللي عندهم، فنفس العملية راح تكون يعني تغير. ما بالحمام نوره ما تشرب الحمام رايح حق الماماتوس هذا كنت افكر ليش يحتاجون الشمال عشان يعني بعدين بعد شفتوا السحب الماماتوس هذه اللي قاعد هذا انا بسرعه بنفس الوقت افكر نوره نوره ببالها هذه السالفه حتى من ساعه تحت الهواء كلمتني عن اللي ظهرت امس السحب العنقوديه. اي صح امس شفنا السحب العنقوديه اعتقد اسمها الماماتوس. اي هذه السحب الماماتوس هي سحب تتكون مع عبور جبهات أساس شيء لما يكون في هواء بارد بعد دفء تتكون هذه اللي هي السحب الماماتوس، تعتبر شنو رياح مع الرطوبة النسبية العالية اللي موجودة تشوفونها التكون اللي موجود إنزين كأنها قباب اللي موجودة ماماتوس إنزين. فأحيانا تكون خطرة هذه أمطارها تكون خطيرة لأن تأتي معاها أمطار رعدية وأمطار قوية جدا تكون فيها، ومثل ما لاحظنا يمكن فترتها قصيرة بس أمطارها والله زينة كانت 3.5 ملي 2 ملي فترة سريعة ويت على منطقة ومنطقة ثانية ما كان فيها أي أمطار. فالاختلاف اللي موجود من هالسحب الماماتوس غريبة. وهالتسميات على فكرة في أسماء اسمها مثل السحب العدسية شكل العدس نفس العدس اي مثل العدس يعني. حبات العدس يعني. نفس حبات العدس اي لنتل سيت حبات العدس مسمينها مثلا السحب الريشية، تسمى السحب الريشية لانها شكل الريش مثلا. نفس الشيء الماماتوس مثلا اوكي ترى هي جاية من ماما من الماماتوس اللي هي العفو الثدييات مثل الثدي أساس يسمونها الماماتوس على هالشيء. فكل الاسم اسم على الشكل اللي موجود من السحب صنفوا هالأسماء على اللي هي بإطار هالشكل تتم التسمية. حتى الكيمولوس من أسماء اللي هي اللاتينية كيمولوس كيموبوس هذين كلهم اللي هم على السحب الركام الرعدي أو أم سندان هذه الكيموبوس مثل الكلاوس والتسميات هذه كل أكثرها ترى يعني من الكلمات اللي هي اللاتينية بس أساس إن يعقدون البشر فيها بعض اللي هم العلماء وبعض المتخصصين سموها الأسماء الصعبة يعني وبعدين عاد إحنا نبسطها أسماء يعني أنا عالم أطلع لكم يعني أنا عالم أطلع لكم اسم سحابة يلا قول لي يعني هذا أنا عالم وهذا اسم ترى أنا هذا العلم شفت مثلا على الشكل على الشكل في سحب اللولبية هذه اللي صايرة السحب تشوف السحابة
كأن طيارة طارت وسوت لها سحب، وهذه قليل ما تحصل في الكرة الأرضية، يعني في مناطق معينة تصير في بلدان معينة. تبين من هذه حتى صاحبها القوس قزح ممكن؟ لا القوس قزح ايش حقه يصير؟ ولا هذا شيء هاي تختلف شي. قوس قزح يختلف اختلاف كلي عن اللي هو هذه السحب اللولبية اللي صار مثل اللولب. شنو صاير؟ هذه السحب تصير من التيارات النفاثة، الحركة هذه مع وجود الرطوبة فتكون من سرعتها القوية كأن شلون أنت تجيب طيارة وتلف طيارة ما شفتني نفس اللي صار بالعيد الوطني يوم يوم الطائرات الكويتية ما شاء الله عليهم الطيارين كانوا يعني يبدعون في سماء الكويت، هذا اللي صار. أما بالنسبة للقوس القزح لا، لما تنزل أمطار وخلفها يكون أشعة الشمس يعني نص في مطر وفي منطقة ما فيها أمطار والشمس تشرق فتضرب فيها أشعة الشمس في قطرات اللي هو المطر وانعكاس هذه تعطيك ألوان الطيف. عجيب. إنزين ألوان الطيف اللي موجودة في بلورات أو خلينا نقول يعني قطرات المطر فتعطي، فلازم يكون هالظاهرة يكون فيها شمس ويكون فيها مطر خفيف وذرات اللي هي يعني قطرات المطر. اي نعم شمس اساس. انت دائما لو تلاحظ تشوف الشمس تو قاعد او وين السحب وين طلعت وشرقت الشمس في منطقه كان فيها مطر وغيم وفي رذاذ خفيف وتشوفين قوس قزح اساس يكون حتى الجو جميل وهادي ومريح وهادي اساس تتكون هذه الظواهر الجويه. سبحان الله شوف فيه ظواهر جويه كثيره يمكن لا تعد مثل الهالات اللي تطلع على القمر من تكون بلورات ثلجية من السحب ترى بس احنا نشوف القمر الله هالة وشوف شلون والناس تعتقد انه والله هالنور اللي طالع يعني مثلا حاسبه له هو يعني صح. يقول الله من يعني بس للامانه يعني من الايمان الزايد اللي عنده يعني يمكن نلاحظ انه ترى حتى بالادب والشعر يعني يستخدمون كثير من الاوجه. عندك شيء تقولين لنا من الاشياء هذه مثلا؟ لا بعد ما صرت شاعره اوعدك بالقادم ان اجهز لك لا هو حلو ترى شوف خليني اقول لكم من الموجود اكيد اقتباس الهالات هذه شو تصير الهالات اللي صارت مثل ما قلت لكم شفت اللي قلت لكم النظريات اللي كانت تطلع ان مثلا يشعرون على هذا الشيء ويفكرون هذا الشيء ولكن لما العلم الحديث تقدم بدرجه كبيره لا لاحظ ان احنا مثلا بلورات اللي هي الجليديه لما نور القمر يضرب اللي هو انعكاس الشمس اشعه وتعود الى شكل نور فنور القمر لما يدخل في ذرات الجليد اللي موجوده من الرطوبة العالية اللي تجمدت تعطي ترى تعطي شنو اللون هذا اللي هو بينها ألوان القزح بعد ألوان الغريبة اللي موجودة فجمال هالأمور هذه خلت الناس تصير تشعر بهالأشياء وتتكلم وتطلع الخرافات. اليوم أحس أن أنت وريتنا أن هذا شغفك بالجانب الطقس من كل النواحي يعني جانب علمي جانب جمالي أكيد أكيد جانب أكيد روحاني أكيد للأمانة أكيد نجيب أكتب شعر لا عاد شوف اللغة العربية شعر طقسي لا لا شوف أنا بهذا الشيء الشعر والكلام والصراحة أنا أسمعي بس ما شخص علمي بس أتكلم مرات عن قضايا مثل هذه تعبر عنها نعبر فيها ونوضح كذلك للناس يعني كثير من الناس من هالمعلومات هذه مهم إن أحيانا ما دام عندنا فرصة نتكلم فيها أكيد يعطيك ألف عافية أمانة يعني على كل هذه التفاصيل اللي أعطيتنا إياها أكيد لنا وللمشاهدين ويتحدث إن شاء الله في الويكند على الجو الشمالي. شكرا جزيلا خبير الأرصاد الجوية الأستاذ عيسى رمضان شكرا جزيلا وجودك معنا. الله يسلمك.